بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي هو عبد الرحيم ابن عبد الوهاب التلمساني، مزداد بقرية العشيشات جماعة أولاد غانم إقليم جديدة، حافظ لكتاب الله عز وجل، وأنا الآن إمام بمدينة أزمور بمسجد زناتة. الحمد لله الحمد لله، بدأت مساري الدراسي بالتعليم العتيق بمدينة أزمور في المدرسة المختارية للتعليم العتيق. أخذت من الشهادة الابتدائي، ثم بعد ذلك انتقلت إلى مدينة جديدة في ثانوية القاضي عياض للتعليم الأصيل، فدرست فيها مرحلة الإعدادي ثم مرحلة الثانوي، فأخذت شهادة البكالوريا والحمد لله. ثم بعد ذلك انتقلت إلى مدينة فاس في كلية الشريعة والقانون، كلية السيد محمد بن عبد الله، فدرست فيها 3 سنوات وللحمد لله، فأخذت شهادة إجازة تخصص دراسات الشرعية. الحمد لله، كان حفظي للقرآن الكريم في قريتنا المباركة أدوار العشيشات في أولاد غانم، درست عند كثير من الشيوخ من بينهم سنور الدين والسيد شعيب، وختمت عن سيدي عبد الملك معتصم حفظه الله، فختمت عليه القرآن ودرست هناك علم التجويد وبعض المتون الشرعية والحمد لله. وبعد ذلك انتقلت إلى الدراسة والحمد لله. بمناسبة الشهر الفضيل أتقدم إليكم بهذه التلاوة من سورة البقرة، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها، إنه جواد كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.